خوضك في العمل السياسي خلاك تحبه أكثر ولا تؤمن أن السياسة قذرة أكثر؟ قدرة عرفتها قبل لا أدخلها، أنا ملازم للوالد وأنت تعلم يعني فترة أي. هذه الأخيرة وأعلم مدى قدرتها ومدى حب الناس لهذا الكرسي، مستعدين يسوون اللي يسوونه ويقطعون علاقات قديمة ومتينة، حتى بس فقط يحاولون تأثير على أصوات النائب بتخطيطهم. هذا شوف الآن شغال على بالساحة السياسية من مراقبين ومحللين، شغال. ليس الهدف من وراها هو النقد لما قدم من اقتراحات أو مجهود برلماني، لا، الهدف هو تشويه صورة ناس معينين، لأن هناك أطراف مجهزة نفس الانتخابات بجو غير صحي، جو مو صحي. وانت يعني خاصة انا واكثر من يعني مجموعة من النواب اللي ما نطلع الا بالليل من المجلس، عمل مضني ومرهق، بينما الاغلبية تعرف انت من النواب حتى حضور للجان ماكو، ويسافرون السفرات، ينطر السفرة البرلمانية يحبل لها حبل ويروح. ونقعد بعد ذلك ارى هذا اللي قاعد يسافر وقزر طول دور العقاد برا الكويت ماكو عليه ولا كلمة، وهنا اللي قاعد نكرف وين اخطأنا اخطأنا نعمل. مدرس كان يدرسنا جغرافيا يقول من لا يعمل لا يخطئ، بس اول ما جاوبه واحد غلط صك على شفت شلون، المفروض انه ما يجاوب عربي ماكو ماكو فايده.